قبل 5 أيام من انطلاق مؤتمر جنيف الاثنين، وضع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في عهدة نظيره الروسي سيرجي لافروف خطة طريق لوقف إطلاق نار مرحلي بدءا بحلب، إلى أن تستكمل في مدن أخرى في حال نجحت الجهود الروسية. قدمت للوزير لافروف اليوم مشروع ترتيبات أمنية يتعلق بمدينة حلب، ورجوت الوزير لافروف أن يجري الاتصالات اللازمة لضمان تنفيذه وتحديد ساعة الصفر التي يبدأ فيها وقف العمليات العسكرية. كذلك أبلغت الوزير لافروف أننا نوافق من حيث المبدأ على تبادل معتقلين في السجون السورية مقابل مخطوفين لدى الجماعات المسلحة، على أن نتبادل اللوائح لنحدد كآلية تنفيذ ذلك. الحكومة السورية مستعدة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الإنسانية، خصوصا ما يتعلق منها بدعوتنا لتسليم شحنات من المواد الإنسانية في الغوطة الشرقية ومناطق أخرى بما فيها ضواحي دمشق وحلب. وأعرب لافروف عن قلقه من عدم تحديد الائتلاف السوري موقفه بعد إزاء المشاركة في المؤتمر، فيما أعرب رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف هيثم المالح عن موقف الائتلاف: ليس بالضرورة أن نستمر في المفاوضات إلى ما لا نهاية، سنجد الطريق، لأنه نقول لهم باي باي، لأنه هذه مسألة لا يجوز الفصال فيها، ما في مفاصلة، بقاء النظام عدم بقاء النظام هذه مسألة محسومة، ليس لدى هؤلاء الراعين المؤتمر لديهم تصور كامل على أن بشار أسد ونظام الحكم يجب أن يرحلوا. أما وزير الخارجية الأمريكي جون كيري فثمن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه البرازيلي والمكسيكي دعم روسيا لبيان جنيف واحد: على الحكومة السورية أن تناقش من خلال هذا البيان، وأنا أرى أن الأسد يحاول تضليل المجتمع الأوروبي، وأعتقد أن على كل الأطراف السورية التزام جنيف 2. في الشأن الميداني، توالت الأنباء عن تقدم الجيش السوري النظامي في حلب بعد سيطرته على مناطق في ريف حلب الشرقي، وتضغط القوات النظامية لحسم معركة المنطقة الصناعية في تل الشيخ نجار بحلب، بحيث تقدمت وحداته بسرعة باتجاه مواقع المسلحين. ودارت أيضا اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش السوري والدفاع الوطني ومقاتلي حزب الله ضد مسلحي جبهة النصرة، الذين سقط عدد كبير منهم في كمين في بلدة جوسي في ريف حمص الحدودية مع لبنان. يا عبد الله فجر، يا علاء هذا. وسقط عدد من القتلى والجرحى في تفجير سيارة يقودها انتحاري من داعش بحاجز لمسلحي الجيش السوري الحر بدركوش في ريف إدلب. ونظم أهالي مخيم اليرموك تظاهرة تنديدا بما يتعرضون له من قصف وقنص ونقص في الغذاء. وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بالتحرك سريعا لإنقاذ المخيم.